لو رجعت لكم بقى للارقام زي ما قلت لكم، مباراه الزمالك والمصري دايما مباراه خاصه ومباراه ليها اهتمام خاص. الزمالك والمصري في حقائق وارقام هقولها لحضراتكم. المصري هو ثالث اكتر نادي واجه نادي الزمالك في تاريخه بعد نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. 150 مباراه جمعت بين الزمالك والمصري تاريخيا في كل البطولات. حقق الزمالك الفوز في 86 مباراه، والمصري حقق الفوز في 29 مباراه، وتعادل الفريقين في 35 مباراه. مباراه الزمالك والمصري كانت هي من افتتحت شريط الدوري المصري عند انطلاقه عام 48، وانتهت بفوز الزمالك 5-1، كما شهدت تسجيل الهاتريك الاول في الدوري عن طريق نجم الزمالك السابق سعد رستم. سجل الزمالك 244 هدف في شباك النادي المصري، ونجح الفريق المصري البورسعيدي في تسجيل 121 هدف. في الموسم الماضي الفريقين تبادلوا الانتصارات في المباريات اللي كانت ما بينهم. فاز الزمالك في مباراه الكاس بهدف لسيد نيمار، وكانت الغلبه في الدوري للنادي المصري فاز فيها 3-2، ومباراه ثانيه انتهت بالتعادل 2-2. من المفارقات برضو اللي لازم نحطها في اعتبارنا ان كابتن علي ماهر عمره ما فاز على نادي الزمالك مطلقا. لعب كابتن علي ماهر 11 مباراه ضد نادي الزمالك كمدير فني، كل ده طبعا كمدير فني، خسر فيهم 10 ماتشات وتعادل مباراه واحده. رغم الحقيقه كابتن علي ماهر من المدربين اللي عندهم عند شديد جدا كروي ومنافسه شرسه جوه الملعب، وبيحب يلعب كره هجوميه وعنده روح عاليه جدا جدا من على الخط. هداف الزمالك في الدوري هو احمد مصطفى زيزو برصيد 4 اهداف، وهداف المصري هو ميدو جابر عنده 3 اهداف. حقق الفريقين الفوز في اخر مباراتين لهم لعبوها في الدوري المصري. الزمالك فاز على فيوتشر 2-0، وفاز فاز المصري عفوا على ام بي 2-1، فكل واحد كسب اخر مباراه لعبها في الدوري الممتاز، فالاثنين جايين مفروض في حاله معنويه مرتفعه. الحقيقه ماتش قلت لكم دايما ماتش بيتسم بالنديه والمنافسه الشديده. كل التوفيق ان شاء الله لفرقه الزمالك الفتره الجايه، واستكمالا لما بداوه الفتره اللي فاتت. لو رجعت لحضراتكم تاني وكلمتكم عن بعض الارقام الخاصه بكابتن معتمد جمال، كابتن معتمد جمال الحقيقه يمكن زي ما قلت لكم لعب 5 ماتشات كسبهم كلهم الحمد لله، فوز نادي الزمالك كاس مصر ومودرن فيوتشر في الدوري، طبعا بيراميدز كاس مصر نصف النهائي، مودرن فيوتشر في الدوري، 3 مباريات في الكونفدراليه. بس معتمد جمال عمل ارقام ايجابيه يمكن بيطارد بيها ارقام ما اتحققتش بشكل متكرر قبل كده. يمكن افضل انطلاقه ليه بفوز 5 ماتشات متتاليه، عارف يجيب 11 هدف والحفاظ على نظافه شباكه، طبعا فرق مع 4 مباريات الاخيره. كنا طبعا نفتكر مباراه بيراميدز بس الوحيده اللي في البدايه كانت في الكاس، لكن بقى له 4 ماتشات بسم الله ما شاء الله ما دخلش فيه ولا هدف، وعارف يحقق في كل الماتشات دي 11 هدف. حط نفسه في حته جيده جدا كابتن معتمد جمال. كمان من الحاجات الايجابيه زي ما قلنا لكم المدرسه الواقعيه، الهدوء، الهدوء اللي منقول للاعبين. وكان يمكن كان في حديث لكابتن معتمد جمال من خلال قناه نادي الزمالك هنا من خلال برنامج كابتن طارق يحيى، عن ان هو كان في صوره دايما بتعرض ان هو بيكلم اللعيبه، لا هو الراجل اتكلم ان بيتكلم نفسي، وان فرقه الزمالك هو يمكن لو مسك فرقه تانية في التوقيت ده كان ممكن يلعب بشكل مختلف خالص وبطريقه مختلفه، لكن هو ثقته في نادي الزمالك وان وجوده بس في نادي الزمالك دي 50% من قوه الفرقه، اسم تيشيرت نادي الزمالك، فخلاه يلعب بشكل فيه جراءه وخليه هادي وخلاه يمكن يبقى مغامر سنه كده في بعض الاوقات، وعارف يكسب كل الماتشات وعدل بعض الامور الفنيه بمنتهى البساطه، خلاه ما يستقبلش اهداف. لو نفتكر قلت لكم كان معدل التهديفي عليك عالي جدا جدا جدا، كنا ساعات بنتخدع في الاداء فتره من الفترات، لكن احنا ما كناش راضيين، حاسين ان في لخبطه، حتى لما كنت بتكسب ساعات بسكور عالي بس كنت حاسس ان هو وضع مؤقت، حاسس ان هو مش استقرار فني، مش حاسس ان هو استراتيجيه للفريق، لا حاسس ان في النهارده مش عارف اللعيب ده هيلعب باك رايت ولا هاف ليفت ولا هاف شمال، يعني مش عارفين، لخبطه دائمة، ولخبطة أدت لاستقبال أهداف ومعدل أهداف وأدت لعطلة في الدوري المصري بشكل عام تحديدا. يعني قبل كابتن معتمد جمال مثلا من الحاجات اللي أنا كنا محتاجين نذكرها إن أنا لعبت كل ماتشات الدوري دخل فيها أهداف كلها ولا كلين شيت، سواء على المستوى الأفريقي حتى مع أضعف فرق أرتا سولار اللي هو كان يعني فرق في الدور التمهيدي في الكونفدرالية الأفريقية أو دور 32، يعني فرقة مش على الخريطة دخلت فينا 3 أهداف، 2 هناك وواحد في ملعبنا، فيعني كان موصلين لمرحله الحقيقه مش افضل شيء، فعشان كده احنا لازم برضو ندي الراجل حقه. وعلى فكره طبعا يعني اتمنى له الاستمراريه
نفس التركيز، نفس الاصرار، ثقته في اللعيبه وكلامه النفسي دايما والجوانب النفسيه بيتكلم فيها مع اللعيبه بشكل مميز جدا جدا جدا.